كيف الطقس في عطلة نهاية الأسبوع والأحوال الجوية المتقلبة والتفاصيل بالمختصر؟ بداية يوم الجمعة متوقع تكون الأجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة. عم نحكي في العاصمة عمان تقريبا على درجات الحرارة اللي ممكن توصل ل15 درجة مئوية، يعني مناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية، ولكن ممكن يكون فيها بعض الأجواء الباردة. في ساعات الليل أيضا مناسبة في معظم المناطق، ولكن ممكن يكون في بعض الزخات المحلية للأمطار في المناطق الجنوبية. مع يوم السبت متوقع أنه إن شاء الله تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة. حالات عدم الاستقرار زي ما احنا دائما بنحكي هي حالات عشوائية، يعني ممكن يكون في زخات أمطار عشوائية في مختلف مناطق المملكة، وممكن انها تتركز تحديدا في مناطق البادية الشرقية والجنوبية من المملكة بمشيئة الله. فاحنا بنحكي على يوم الجمعة أجواء مستقرة ومناسبة لأغلب الأنشطة، والناس اللي بدها تطلع على الأغوار والبحر الميت كمان درجات الحرارة ممكن توصل ل22 درجة مئوية، ولكن يوم السبت راح يكون في أحوال جوية غير مستقرة ويصير في بعض التقلبات على درجات الحرارة وأيضا على فرص الأمطار. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. إذا عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات حتى نجاوبكم عليها، وإلى اللقاء.